متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الذي يتسم بنشاط كبير للرياح الموسمية التي تسمى برياح البوارح، والتي ستسبب بحدوث موجات غبارية في بعض مناطق المملكة، بالإضافة لارتفاع طبعا كبير في سرعات الرياح. نبدأ هذه التوقعات الجوية بيوم الأحد الذي من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتعرض المناطق الشمالية الشرقية من المملكة المتاخمة للحدود الكويتية، المناطق الشرقية وبعض إضافة إلى المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض بنشاط لهذه الرياح. تتمثل كما ذكرنا بنشاط في سرعتها، قد تصل سرعة بعض هباتها إلى ما يقارب 100 كيلومتر في الساعة في المناطق المكشوفة. أيضا تتسبب بحدوث موجات غبارية كثيفة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وأيضا تتناطق مع انخفاض في درجات الحرارة. مثلا نلاحظ في العاصمة الرياض 40 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون في المنطقة الشرقية 40، وفي المنطقة الشمالية تكون 40، ولكن الأجواء تكون هناك مشمسة. 41 درجة مئوية في تبوك، و 38 تقريبا درجة مئوية في جدة. في بعض المناطق الداخلية من المناطق الغربية مثل المشاعر المقدسة ترتفع درجات الحرارة لمستويات لاهبة، قد تصل في مكة المكرمة إلى 47 درجة مئوية، وتتراجع فرص هطول الأمطار يوم الأحد وهذا الأسبوع إجمالا في جبال جنوب غرب المملكة، لتصبح درجة الحرارة في ساعات النهار في قمم هذه المرتفعات 32 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 19 درجة مئوية. إذا أخذنا نظرة أقرب لتوقعات الحالة الجوية ليوم الأحد في المنطقة الوسطى، فكما نلاحظ متوقع أن تهب هذه الرياح بشكل كبير جدا على دولة الكويت، وأيضا المناطق الحدودية المتاخمة للكويت ومنطقة حفر الباطن. تصل هذه الرياح لاحقا إلى منطقة الرياض، وتكون هناك موجات غبارية كثيفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. هناك رياح قوية، موجات غبارية ورؤية متدنية يوم الأحد مرافقة لهذه الحالة الجوية على عموم المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من المملكة. يوم الاثنين يتوقع بمشيئة الله أن ننتقل تدريجيا محور هذه الرياح القوية من المناطق الوسطى نحو المناطق الشرقية. تكون درجة حرارة في شمال المملكة 42 درجة مئوية، تكون في العاصمة 41 درجة مئوية، في الدمام 42، وفي تبوك 41 درجة مئوية، تصل إلى 39 درجة مئوية في جدة، والأجواء تصبح حارة في ساعات النهار، و 31 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة مع أجواء مستقرة إجمالا. تلك الرياح متوقع أن تكون نشاطها مترافق مع حدوث لموجات غبارية كثيفة بعض الشيء في بعض تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء يتوقع استمرار تحرك محور الرياح نحو المناطق الشرقية، وبالتالي تتركز هذه الرياح النشطة أو رياح البوارح في منطقة الكويت، حفر الباطن، والمناطق الشرقية المتاخمة للخليج العربي. طبعا هذه الرياح عندما تهب أيضا تؤدي إلى اضطراب البحر في منطقة الخليج، تتراجع تدريجيا سرعة الرياح عن منطقة الرياض، لكن تبقى الفرصة مهيئة لأن تتعرض لبعض الموجات الغبارية، ولكن لا تكون في مرمى مباشر لهذه الرياح. تصل في المنطقة الشمالية المملكة إلى 40 درجة مئوية درجة حارة مع أجواء مشمسة. أجواء حارة تبقى في تبوك 39 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في جدة، و 31 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع فرص لأن تعود هناك فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار. 42 درجة مئوية في العاصمة الرياض، و 42 درجة مئوية في مدينة الدمام. يوم الأربعاء تشتد الرياح بشكل كبير على عموم المناطق الشرقية، تشمل معظم دول الخليج العربي بما في ذلك أيضا المناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية. درجة الحرارة تكون في الدمام 42 درجة مئوية، أجواء تكون عبارة عن رياح قوية وأجواء مغبرة واضطراب كبير للبحر أيضا في ذات الوقت. الأجواء في العاصمة تصبح مستقرة 43 درجة مئوية في ساعة النهار والأجواء حارة، 39 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 39 درجة مئوية في منطقة تبوك، 35 درجة مئوية في جدة، وتكون 31 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار. يوم الخميس تستمر ذات الرياح في التأثير على المنطقة الشرقية المملكة على نفس تلك المناطق، مبتعدة عن المناطق الوسطى. نتحدث عن مناطق مثل دولة الكويت، الجبيل، الخبر، الدمام، البحرين، قطر، وأجزاء أيضا من دولة الإمارات. هذه الرياح تكون أيضا مترافقة مع موجات غبارية واضطراب للبحر أيضا في المناطق البحرية. في شمال المملكة الأجواء مستقرة ولكنها حارة نسبيا في ساعة النهار، 39 درجة مئوية في ساعة النهار، 38 درجة مئوية في تبوك، و 36 درجة مئوية في جدة، لكن
تنشط الرياح الشمالية الغربية على منطقة جدة، 43 درجة مئوية في العاصمة الرياض، و31 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار في تلك المناطق. أما يوم الجمعة فلا تغيير يذكر على الحالة الجوية، تبقى رياح البوارح التي تتسم بنشاطها الكبير في ساعات النهار بالتأثير على دول الخليج العربي، تحديدا مناطق الكويت، المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية، البحرين وقطر وأجزاء من دولة الإمارات، مسببة حدوث موجات غبارية، ارتفاع في نسب الغبار، نشاط في سرعة الرياح واضطراب للبحر. أما المناطق الأخرى تكون مثلا في العاصمة الأجواء مستقرة وحارة نسبيا، 42 درجة مئوية، 40 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 40 درجة مئوية في تبوك، و35 درجة مئوية في جدة، مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية، أغير المغبرة في تلك المناطق طبعا لأنها قادمة من البحر، و31 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. إذا هذه توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع كملخص سريع. نشاط متكرر متتالي لرياح البوارح، تلك الرياح التي تتسبب في حدوث موجات غبارية في أغلب المناطق الشرقية من الجزيرة العربية ودول الخليج العربي، وذلك يعني يترافق مع توصيات هامة بشأن الانتباه من ارتفاع نسب الغبار والانتباه من شدة سرعة الرياح. كذلك أثناء القيادة يرجى الانتباه بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.